يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن سود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والرجل البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 33-25، الإسكندرية 32-23، مطروح 30-24، بورسعيد 30-26، والإسماعيلية 34-24، إلى السويس 33-24، العريش 32-24، طابة 33-26، شرم الشيخ 37-28، والغردقة 37-28، وإلى الأقصر 40-27، أسوان 42-28، الوادي الجديد 40-27، حلايب 34-29، وشلاتين 37-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.